لا هو انت مش شبهه، ايه مش شبهه. انت شايفه كده؟ بدل انت شايفه كده عشان انت جواكي منير حاله لا تانية منير خالص. صاحبي جدا، عارفاه شكله، مش شكله مش شبهه خالص. يعني بدل لو انا شلت شعرك مش انت مش شبهه، بيشبه منير. بس انت بتتكلم زيه، عشان كده بقول لك انت متقمص الشخصيه مش او متكمس الشخصيه الشخصيه. راكباك. يعني بدل انا مش شبه منير، الناس اللي بتجيبني ليه في الحفلات ليه؟ انت سألت سؤال وانا بجاوب عليه، ماشي؟ مش بتقلده؟ لا اي لا انا لا بقول لا لك لا 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 الشخصيه راكباك. بص حضرتك يا استاذه ريهام، انا من زمان وانا بحبك جدا وبتفرج عليك عشان بتحب الناس الغلابه. حبيتنيش بقى دلوقتي عشان قلت مش شبه لا منير؟ لا 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 لا، دي وجهات نظر، كل واحد له وجهة نظر. انت نفسك منير يبقى منير واحد بس. لا خالص، استني بس حضرتك، تقطيعك مش شكله. اعمل ايه؟ مش شكله خالص، ولا مناخير منير، ولا بق منير، ولا سنان منير، ولا عينين منير، ولا حواجب منير، ولا مش شبه منير. ما هو شبه دي يعني التقطيع تبقى شبه، مش شبهه. لكن انت عامل الشخصيه، طب ليه لابس الناس بتجيبني في عشان الحفلات؟ ما بقول لك اهو، عشان انت لابس وبعدين بتغني، بتغني بطريقته، بتتكلم بطريقته، لابس لبسه، عامل شعرك زيه. انا فنان تشكيلي، اهو مش من حق ربي شعري؟ مش من حق البس كده؟ بس هو ما بيتكلمش قوي كده، مش ما انا قوي. بقول لك اهو، ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك اهو. انا انت بتقولي تعرفي شخصيه منير، ماشي؟ انا جاي هنا وعارف انت هتقولي ايه. خلي بالك انا من اشراف النوبه، انا من الاشراف. اه عارف حضرتك تعرفي الاشراف ولا لا؟ حاسس انت هتتكلمي كده، وكنت عارف ان انت هتقولي لي اتكلم كده. ايه، انا قلت حاجه؟ لا عارف ان انت هتقولي لي، انت انا بقول متقمص لك شخصيه، متقمص. انت دلوقتي متقمص الشخصيه، ده يدل على انك ممثل كويس على فكره، زي احمد زكي، زي الناس دي اللي بتعرف تتقمص الشخصيات، زي تامر عبد المنعم، زي في ناس بتعرف استاذه تتقمص ريهام الله الشخصيات. ينور عليك، عشان كده نجحت. خلاص انا بقى بقول لك، امتى هتخرج من عباءه منير؟ كل اللي يجيبك في مسلسل يجيبك في دور محمد منير. طب هتخلص القصه، انت مش عايز تكمل مش ممثل هتخلص، لوحدك؟ هو ده السؤال، مش هتخلص للاسف. انت عايز تكمل يعني؟ انا مكمل، بس هكمل بطريق تاني. اه اللي هو ايه؟ طريق انا بحب الغنى. اه انا هجيب التراث بتاعنا النوبي وهغيره خالص، زي منير لما عمل. هي اغاني محمد دي كلها اغاني محمد دي، 99% مش اغاني منير. تراث حاج احمد منيب من عندنا من اسوان، انا بدعبس في التراث. بدل دعبست في التراث وجبت الحاجات الحلوه، هعمل فكر تاني. طب عايز تختم لنا باغنيه ايه؟ عايزاها نوبي ولا عربي؟ اي حاجه. اي حاجه؟ انت بتحبي ايه يا استاذه؟ كل حاجه، منير كل حاجه. اي حاجه؟ كل حاجه، حتى الحاجات اللي انت مش عارفاها؟ حدوته مصريه مثلا، حتى اللي انت لا بلاش. صعبه بلاش. دي؟ لا بلاش، هعيط بقى والكلام ده. صعبة صعبة دي. لا مش صعبة. لا والله صعبة. أنا جبتها. طب اعملها. ما أقدرش. غنيها. ما أقدرش. ما تعرفش. بصي. مش ما أقدرش، ما أعرفش. بصي يا أستاذة ريهام. اعترف بقى. أستاذة ريهام. طب غنيها. الله يمسيك بالخير يا يوسف يا شاهين. الله يرحمه. أنا هقول لك حاجة. بعد الطوفان الجو شبورة، ننده لبعض بهمسة مزعومة، بشوشني مدي الايدين ياللي انت جنبي انت فين، بشوشني مدي الايدين ياللي انت جنبي انت فين. كان في طوفان ما خلاص ما بقاش طوفان، كان في طوفان ما خلاص ما بقاش طوفان، المسني ونسني انا حيران حيران. دي الحتوتة التانية بعد الطوفان. تاك مش هتعرف. لا هو كينج واحد، انا بقولها وهقولها لك تاني. انا بقولها لك اهو، وانا بقولها لك اهو. ويا استاذ ريهام مش هيجي زي منير. منير اسطورة، وانا بقولها منير اسطورة وتاريخ لا يتكرر في الدنيا كلها، ماشي؟ بس انا مبسوطه ان انت يعني لقيت حاجه تمشي بيها طريقك والناس تحبك. و ده استاذه ريهام ده شرف ليا ان انا قاعد مع الاستاذه ريهام، وانا مبسوطه انك موجود. يعني انا انا سعيد جدا ان انا شفتك. لا انا سعيد جدا ان انا شفتك، وانا هرسم لك بوتري هديه. بس ايه، انا عارف صورك كتير متنطوره، لا هرسم لك، اختار طب صوره. طب النبي من شكلي القديم
لا هختار صورة هتكون مفاجأة ليكي وهرسم لك صورة. خلي بالك انا برسم بصبعي مش بالريشة. والله ما انا هتعمل لي كتاب في ألمانيا ليه؟ طب ابعت لنا فيديو بقى وانت بترسم عشان نديها في اللقاء ده. لا القرآن هيبقى شغال وممنوع. يعني ايه؟ ما انا قلت لحضرتك في اول الحلقة انا من الاشراف النوبة، انا عندي حالة طقوسية دينية مع نفسي. بترسم وانت بتسمع القرآن بتقول؟ لا ما انا رجلي برضو وجعتني من ايه برضو، كنت بقعد على الارض واقعد ارسم عشان لو ربنا قال لي الرسم حرام ولا حاجه يبقى ربنا يحاسبني. انا مشغل قران بتاع ربنا. ده ايه علاقته بالفيديو اللي انا بقول لك عليه؟ ما هو الفيديو يبقى انا بوري اسراره، وفي ناس عايزه تعرف سر الرسم ايه. الميك اب بتاعك اللي كنت بتحطوه انا بستخدمه في الرسم. انت هتشوفي لوحه طالعه بره. تجيب حد يرسم لك ولا ايه؟ بقول لك اكتبي على الفنان التشكيلي خالد بن هتشوفي لوحه. انا مالي يا عم، بقول لك هات لي فيديو انت بترسم بتقولي لا يعرفوا السر. سر ايه؟ لقطه كده وانا برسم ماشي عادي. هو شوف الرسومات وشوف المرسم بتاعي. ماشي. ده شرف ليا يا أصدريان. شكرا.